أولاً أن المعضلة السياسية في المغرب منذ زمان هي البطء في التشريع وهي تخلف المشرع عن الهواجس والهموم المجتمعية. الدليل هو أنه لم تغير مسطرة جنائية من 62 حتى 2000 تقريبا 2000 تقريبا 40 سنة لم تغير المسطرة المدنية منذ 1974 على أي حال إجراءات الانتقالية لم يراجع المنظومة القضائية إلا بعد سنوات. واليوم من 2011 دستور إلى اليوم لسو أدري ولسنا ندري جميعا كمجتمع كمؤسسات كهيئات لماذا كذلك يقف المشرع موقفا متخلفا عن ما ينتظره الجميع. ننتظر إصلاح المادة الجنائية، ننتظر إصلاح المادة الدستورية والمادة المحكمة الدستورية، ننتظر خلق المؤسسات ديال الحكمة وتفعيلها وخلق القوانين التنظيمية لسيرة، ننتظر كعديد من الأمور. ف يعني قدرنا أنه نعيش المحنة، ولو كان في المغرب قطور وجرأة لرفعنا دعاوى ضد الحكومة المغربية وضد البرلمان المغربي بسبب بطء التشريع، لأننا نتألم ويصاب المتقاضون بأضرار. هب أنه كانت عندنا المحكمة الدستورية سيلتجئ الجميع أمام المحكمة للطعن في عدد من القوانين، خصوصا القوانين ذات العلاقة مع الحريات، مع حرية التعبير، مع حرية العقيدة، مع حرية الرأي إلى آخره، مع حرية التجمع، مع حرية كثير من القوانين أصبحت متعارضة مع المدونة الدستورية. ولو كان عندنا ملجأ دستوري أي المحكمة الدستورية لتجئنا. إذن البطء ديال التشريع والذي دام منذ 2011 إلى اليوم جعل الضرر يستمر وجعل تجاوب مع المطالب مشروعة للمواطنين في إشاعة مؤسسة الدولة ذات علاقة مع سيادة القانون. اليوم كذلك نشهد على أنه المنظومة المدنية نكسة بكل المعاني الكلمة، نكسة بكل المعاني الكلمة، لأنه كما سمعنا أنه القانون المسطرة المدنية هو المحرك الأساسي لفض النزاعات المجتمعية. إذا حرمنا المجتمع وحرمنا المواطن من مسطرة قوية تعطيه الحماية الكافية والأمن القانون الكافي، سنشجع ماذا؟ سنشجع الرشوة، سنشجع الحرب الأهلية، سنشجع الفتن، سنشجع الثأر، وسيلجأ الناس إلى أخذ حقوقهم بأيديهم، لأنه ليست هناك مؤسسات تحميهم في اللحظة الضرورية. اختار المشرع أن يجهز على جيوب المواطنين، أو اختار المشروع أن يجهز على المواطنين عوض أن يرفع من سقف الضمانات والحماية، رفع من سقف الغرامات لأسباب متعددة وهي أسباب فارغة. اختار المشرع أن يقلص دور الطعون. الطعون ما معناها؟ الطعون ما معناها؟ هو عدم ثقة في القرارات التي تصدر لأنها قليلة الحماية حسب منظور كل واحد. فحينما تجئ المحكمة العليا، أولا يبقى لنا الأمل والثقة في القضاء، قلوا نلتجئ للقضاء الأعلى لأن لدينا فيه الثقة. حينما نلتجئ لمحكمة النقد نقول محكمة قانون تؤدب القضاة وتؤدب قرارات القضائية، أي تراقبها في أسبابها، في تعليلاتها، في جودتها، ليس في قيمة النزاع. محكمة النقد لا تبت في قيمة النزاع، ولا يعنيها ضعف أو قوة أو قيمة أو عدم قيمة النزاع، يعنيها قوة الحكم من حيث التسبيب والتعليل ومواتاته للقانون والمبادئ العدالة والمبادئ المشروعية. هذا الذي يعني محكمة النقد، لا يعنيها قيمة. فبحيث أنه اليوم اللي تمنع على المواطن يمشي لمحكمة النقد راه تمنع عليه أنه يخاصم قرارات قضائية. احنا كان خصنا نخلق طعون أخرى جديدة حتى نوفر الاطمئنان والثقة في العدالة، وحتى نوفر أسس إشاعة دولة القانون وسيادة القانون. إذن اليوم
عندنا خصاص كبير في مشروعية الاحتكام للقضاء. القضاء يقلص المنافذ لاتجاه نحو تقليص الدخول للمحكمة الابتدائية، تقليص الطعن في الاستئناف، وتقليص الطعن في المحكمة النقض. ماذا؟ والطعن في المحكمة النقض حينما تسمعون يا أخي العزيز في افتتاح السنة القضائية في محكمة النقض، منذ الرئيس السابق ديال محكمة النقض ورئيس المنتدى بالسلطة القضائية الأستاذ فارس إلى اليوم، الهم الوحيد الذي يطرح همين اثنين، تصفية المخلفات ورفع وتيرة الإنتاج. الأرقام اليوم أصبحت أرقام يعني مدافع توجه إلينا. ما يهم المحاكم وما يهم السلطة القضائية ورؤساء المحاكم وما يهم رؤساء النيابة العامة على مستويات الابتدائي والاستئناف في محكمة النقض هو الإنتاج، عدد الأرقام. ومن جهة أخرى الخوف من الأرقام يؤدي من الخوف من الطعون. إذا كانت هنا عندنا تقريبا 4 مليون ديال القضايا تأثير في المحاكم سنويا أو أكثر، إذا كانت عندنا مثلا بين مليون مليون نص تجد المليون تروج في محاكم النقض في الجنحية وفي المدنية وفي التجارية وفي الحوادث الشخصية وفي الشغل وفي... إذن هذه معناها أن جوج المليون الناس أو مليون الناس أو 500,000 الناس غير راضين على الإحكام. والمحكمة النقض حينما تقول في أحكامها حقيقة منعه الطاعن من كون الحكم ضعيف التعليل أو من كون قرار محكمة الاستئناف لم يضمن حقوق الدفاع أو كون قرار الاستئناف وقع في تناقض أو قرار محكمة الاستئناف لم يعزز تعليله بما يكفي من الناحية القانونية، ويسلط عليه تسلط عليه هيئات محكمة النقض مراقبتها. هذا الشيء اللي يجب أن يفرح عليه له الجميع، بل يجب أن ننادي المحامين ومن هم مؤهلون للدفاع عن الناس، هلموا ارفعوا أمامنا نحن القضاة محكمة النقض نزاعاتكم القضائية لنرفع من الحساسية من حب القانون ومن حب المساطير. اليوم هذا الشيء ما معناه؟ معناه أننا نخلق نزاع بين المحامين والقضاء، بين مش من المحامين، بين المتقاضي والقضاة. هذا هو الخطير. يريدون أن يقلصوا من دور المحامين، قلصوا، زولوا المحامين كاع، كلهم نعطيهم السورس. الله يرحم السي عبد الكريم مجلون، والله يرحم النقيب عبد الهادي بالقباب، ما كانوش في صراع مع الأشخاص، صراع من أن وجود المحاماة، لأنه في وجود المحاماة وجود العدالة. اليوم المشروع يرمز إلى شيء واحد، المتقاضي، المواطن المتقاضي يجب أن نمنعه من الولوج إلى لاكسي أو جوج، لاكسي على جوستيس. اليوم أصبح القضاء ديالنا مكلف، هذاك الشعار مجانية التقاضي أصبح فارغا، أصبح دعاية جوفاء، أصبح دعاية يعني قنبلة، لأنها توهم الناس على أنه التقاضي غير مكلف. اليوم القضاء مكلف، إذا لم تؤدي الرسوم القضائية من أجل رفع الدعوى أو رفع السناف أو رفع الطعن ستؤديه إذا ظهر للقاضي أنك سيء النية. وقالب شحال الناس هذه تحكم عليهم بالغرامة، وقالب أنه نخرجوا من الجنحي نأخذوا العقوبات البديلة اللي فيها تاهي الغرامات وندخلوا للمدني ونأخذوا العرامات في التأخير في عدم تقديم كذا، ويعني ندخلوا في معمعة كبيرة جدا. ولذلك اليوم تخص المحامين يديروا ثورة بيضاء. إلا بغاو نديروا ما يسمى وما مورس بالعصيان القانوني نعملوه، العصيان المسطري. لا ما بغاوش نقدموا دعاوى أن يجي عندي واحد نقول له أعطي الصندوق دفع مصاريف التقاضي، ولكن هيئ نفسك أنك ستكون ملغما بأداء مبالغ أخرى إن أنت خسرت الدعوة. يمكن تخسر الدعوة ماشي عيب، في العالم كله ساركوزي راه خسر الدعوة دياله، أوكي ساركوزي خسر. أنوار السادات كنت في سنة 80 كنت القاهرة أنا والنقيب بن عمر، وخسر دعوة ضد صحيفة 5 ماي. شحال الناس يخسر، المغرب خسر لا سمير، والمغرب اليوم خسر
سيخسر التعويض الذي يعطي وقيل العمودي أكثر من 150 مليون دولار. خسرنا الأسامير الملايير ديال الدولارات واليوم غادي نخسر الأسامير. فإذا المغرب شنو تخصو يعمل؟ تخصنا نحاكموا الناس اللي في السورة الأسامير ويؤديوا الثمن باهظ. هذوك هما اللي خصو يغطوا الغرامات، هما اللي خصو، ماشي المواطن اللي تعمل كرا ودعوى كرا والإفراغ وكذا ويمشي يخلص الغرامة. ولذلك هذا الشيء فيه حديث طويل جدا. أنا أنبه لأنه أنا إنسان عادي لا ولكن أنبه أصحاب القرار السياسي ألا يخطئوا في هذه المرحلة ويتخذوا قرار سياسي خطيرة ويلاتها وعواقبها كبيرة. اليوم تنبسطوا اللغة والمحامين كذا ونعطيوا الناس ينوب عليهم اللي ما عندوش محامي. حقيقة تخص الناس نفتحوا باب كبرى بالمساعدة القانونية لكل من له مساعدة القضائية، كل من له حاجة في المحامي. احنا مستعدين نبو حتى في الجنحي، اعطيو النقباء اعطيو من لواحد الناس اللي محتاجين المحامي. احنا مستعدين، كنا تنعملوها من الاستقلال اليوم ما كناش نتخلصوا.